إن شاء الله. سؤال شطارات الليالي وكان حكى على جسد الصلاة أحيانا أحس ذوي لصلاة العشاء أن تكوني مركا بي الشيخ محيط الجوم كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. قفت على ولالك هنا أولا مركا كروبات وهي خالد يكاد عليها سبحانه وتعالى وطوبتك هنا وباب توبة أفرا إلهي سبحانه وتعالى وطوبتك هنا وهي كدم بها يعني هكا دكتور هذا إن صلاة عشاها وكسائل وحكو عاونا يوفى رب دم تاجر قفت الله مش في باكعية إحنا وحنا طابن كرا وإحنا وحمر على خصاصة شيء قال طابن كرا آلة بدنا الاستعمال كرا جشتا وما انتجت بس إلى الله رمي وحيا وفر بدن حقا كلا نبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه صلاة العشاء قفقي جماعة كتو قفقي كتو جماعة كتو كلا صلاة العشاء هذيك بركي سوى تها استري ولا بدي صلاة لي هذيك بركي سوى تها ولا بدي وفي صلاة العشاء جماعة كتو كلا صلاة الصبح قفقي جماعة كتو كلا هذيك فضل سوى تها ولا بدي قف كما قلبي لي سوحا يبوك وين بإذن الله كما تقايو انت ورع الله وقت وقت كيرو هكا ديكتوناتو استعدادنا هوقاتو الله أعلم.